بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 17 من مادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة، العمل الجماعي. العمل الجماعي أبناء الطلاب يكون بين اثنين أو أكثر، وتوزع فيه الأعمال بقيادة، يكون لهذه المجموعة قائد أو رائد، ويتعاونون في أداء هذا العمل أو هذه المهمة من أجل تحقيق الهدف. طيب، ما الفائدة من العمل الجماعي، أو ماذا نستفيد من العمل الجماعي؟ أولا، ننهي العمل بسرعة وبأفضل جودة، نتغلب على الصعوبات، نتعلم من بعضنا البعض، نعزز الثقة بأنفسنا. فرق العمل في النشاط الأول تتكون من عدد من الأشخاص، وهناك عدد من العوامل لتحقيق النجاح، منها تحقيق الهدف من العمل، لابد أن نخطط للعمل. 3، الالتزام في العمل، تحديد الأعمال تحديدا دقيقا. تستطيع أن تذكر عوامل أخرى مثل احترام الآراء، التعاون والإخلاص، توزيع الأعمال. طيب، متى يكون العمل الجماعي ناجحا؟ الجماعي ناجحا، لكي يكون العمل الجماعي ناجحا لابد أن توزع الأعمال، نحترم آراء الآخرين، يساعد بعضنا بعضا، نخلص في العمل، نحدد الهدف، نتحمل المسؤولية، نخطط للعمل. ممكن يجي يقول لك في الاختبار اذكر 3 من الأمور التي تحقق النجاح للعمل الجماعي: توزيع الأعمال، تحديد الأهداف، نتحمل المسؤولية، نخطط للعمل. النشاط الثاني، تستطيع أن تقوم بمشروع في بيتك في ظل الظروف اللي نحن فيها الآن، وتوزع الأدوار مثلا في نظافة البيت أو شيء من هذا القبيل. النشاط الثالث، يتأمل الطلبة الصورة ويصفون العمل الجماعي فيها، تجد فيها تبادل للآراء والأفكار، تجد فيها تظهر فيها روح الجماعة أو تنمية روح الجماعة، التفاعل المباشر، الاستماع والإنصات. إذن العمل الجماعي عمل يقوم به أكثر من اثنين أو 3 أو أكثر. لكي يكون العمل ناجحا لابد من توافر عدة أمور: توزيع الأعمال، تحقيق أو تحديد الهدف، احترام آراء الآخرين، أن يساعد بعضنا بعضا، أن نخلص في العمل، أن نخطط للعمل. هذه أو العمل الجماعي عمل مفيد، ونستطيع من خلاله أيضا أن نحقق العمل أو ننجز العمل في وقت قصير وبجودة عالية. قلنا في النشاط رقم 3، يتأمل الطلبة الصورة ويصفون العمل الجماعي. قلنا العمل الجماعي فيه تبادل الآراء والأفكار، تنمية روح الجماعة، التفاعل المباشر، الاستماع والإنصات، وتكاتف وتضافر الجهود. بهذا نكون قد انتهينا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح والصحة والعافية، حفظكم الله من كل مكروه وسوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.